صفحة جديدة. نيكول، أنت من أكثر الممثلات اللي بيثيروا الجدل بأي تعليق أو أي تغريدة. تعليقك على اعتزال إليسا منذ سنوات، خلينا نشوف هالتويت. ما في أشطر منكم تقلبوا الشغلة لفيلم هندي. مجال بحب التطبيل. نسيت بس إيه شو كانت الخبرية القديمة هي؟ قديت دات طبعا عندك الخبرية وقتها أعلنت بال 2019. سألني شو أكلت مبارح ما بتذكر، بدك أتذكر من 3 سنين. إيه شو كانت الخبرية؟ وقتها أعلنت إليسا اعتزالا، النجمة اللبنانية، إمتى أنت حطيتي هالتويت؟ والبعض مين قال إنه أنا قصدي عن إليسا؟ الصحافي، أنا عم بحكي عن لسان بعض المواقع. أنا قلت شيء، أنا من قايله أول شيء إنه عنه، فما حدا حق له يقول شيء على لساني أنا مش قايلته، لا الهاشتاج بدل ولا تويت بدل، وأنا حرة أصلاً أقول شو ما بدي على صفحتي، لو شو ما يكون، طالما لا عم بسب بحدا ولا عم بجرح بحدا، شو إنه في شيء أكثر من هيك شيء بالعام، مين اللي مسلي تحت باطه بتنعره بكل بساطة. في خلاف بينك وبين إليسا؟ لا لا في خلاف ولا في شيء، ما في يعني ما في شيء لا من قريب ولا من بعيد أبدا بيني وبين أي حدا. على سيرة الاعتزال نيكول، الفنان أدهم نابلسي أعلن اعتزاله مؤخرا، شو تعليقك على أنه الفنان يعلن اعتزاله من أجل الدين؟ حر وبحترم هذا الشيء، يعني حر هو إذا هيدا بيخلق له السلام النفسي بجواته بيكون مرتاح، وإذا جرب الفن وهلأ حس إنه بده هيدا الصفاء، بده هيدا العالم التاني، ليه لأ؟ ليه لأ؟ يا عمي يعني هاي حياتنا، هيدا 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 عالمي، هيدا هيدا هدوءي، هيدا حياتي، ما حدا إله يشارعك أنت شو بتختار حياتك هاي. فكرتي شي مرة بالاعتزال؟ أكيد أكيد بتجي براسي إنه فكر وقف كل شيء، عيش بالضيعة، ايه انكش بالأرض، بحب الأرض كتير، بحب الأرض، أرض لبنان، بحب ريحة التراب، بحب هيك قص ضفيرة وحط إيدي بالأرض وبالتراب وأقعد أزرع ونام ومرمي، يعني كتير بحب روح إكستريم، يمكن قد ما واحد شاف إشياء وعيش وراح وإجا بحب يعيش حياة الريف، كتير بحب حياة الريف والضيعة، ولبل ما عملها أكيد بيوم الأيام ما عندي شك بهيدا الشيء. صفحة جديدة. خبر حملك للمرة الثانية. خلينا نشوف هالفيديو سوا. هالفيديو خلى حبيت الموسيقى أول شيء. ما أنا حبيت ركب الموسيقى على الفكرة، راح خيالهم لشي تاني بحبوا، لكن الناس لو بتطلع بتعطي أكتر حدث مهني ومجهود وورق وأوسكار، بس تطلع لهم هلأ بالفاشن وبالأزياء بيكسر الدنيا خلص، ما بدهم إشياء دي، بدهم شكليات وإشياء هيك سوبرفيسيال، فأي شيء خاص لأنه بخص الحمل بيروح راسهم على هيدا الشيء، أنا ما كان هذا قصدي. ولكن على ما يبدو الجمهور عباله يشوفك حامل للمرة الثانية. خليني أنا يكون عبالي أشوف نفسي قبل. بتفكري؟ مهم أنا أشوف نفسي قبل، أكيد ما الناس تحب تشوف. بفكر هذا موضوع بيرسونال كتير، وأكيد بحب ومثل ما الله بيريد بكل اختصار. كتار من الفنانات أعلنوا أو حاولوا تجميد بويضاتهم. لا هذا موضوع كتير بيرسونال، ما بحب احكي كتير فيه هيك على الملأ بصراحه، كانوا يحسسني قاعده هلا عند البسيكولوج عند الجينيكو تبعي وقاعدين عم نعمل كونسلتاسيون، ما بحب احكي. الفنانه شيرين عبد الوهاب انا ما بحب احكي، لا هذا شيء ما بحب احكي على الهوا، هذا شيء كتير خاص نعمل بدنا نعمله، بس مش هيك نقعد نحكي فيها هالقد. انا ماني مع هذا الشيء، بحترم اذا غيري من الفنانات بيحكوا عن هذا الشيء، انا موضوع انه بتفكري ولا الثاني وهول وتجميع، هذا الشيء بحكيه بيني وبين جوزي، بيني وبين حكيمي، في اشياء بليز خاصه، والا شو خلينا اذا هالاشياء كلها صرنا هيك عم نحكيها وشو عملنا هالقد علنا بس انت بس تكوني تحت الضوء نيكول، انت صرتي ملك الجمهور. ما بحياتهم فنانات زمان يلي لهلا بس بحب اعرف اذا كم فنجان قهوه بتشرب سعاد حسني كانت بنهار، اجي هلا انت تقلي الفنانه فلانه بتجمد وبتعمل، لا معلي ما بحياتي سمعت فنانات زمان اذا عندها ولد اصلا من زوجها فلان ولا من علان، بعده لهلا الغز
بتجي بتقلي اذا بنحكي بهيك اشياء، انا لا عندي ليميت بهالاشياء.